مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. يا رب النصر لمصر. إن شاء الله بكرة عندنا لقاء تاريخي، لقاء أعتقد يعني هيكون تاريخ مميز إن شاء الله للكرة المصرية على مستوى الوصول لكأس العالم. بكرة مباراة قوية جدا أمام منتخب قوي جدا، المنتخب السنغالي، مباراة العودة. شفنا مع حضراتكم وتابعنا وكل مصر تابعت وكل المصريين سواء موجودين داخل مصر أو خارج مصر مباراة مصر والسنغال في القاهرة والفوز 1-0. خلينا نتكلم، دايما كل مباراة لها إيجابياتها ولها سلبياتها مفيش شك. أعتقد إيجابيات المباراة اللي فاتت كانت إيجابيات كثيرة جدا، رغم أن الناس بتتكلم على الأداء اللي كان يمكن في الشوط الثاني بالذات كان أداء متواضع جدا للمنتخب المصري، لكن أنا هتكلم بصوت اللعيبة. أنا كنت من خلال يعني تواجدي مع منتخب مصر ومشوار الحمد لله 15 سنة مع المنتخب، في مباريات فيصلية في التاريخ لازم تغاضي شوية عن الأداء، الأهم هو النتيجة. نتيجة 1-0 نتيجة الناس قالت نتيجة مقلقة، قالت كده نتيجة الأداء في الشوط الثاني. نتيجة 1-0 في اعتقادي نتيجة جيدة أمام منتخب كبير زي منتخب السنغالي. نتيجة 1-0 بتديك إن شاء الله بكرة أولوية كبيرة جدا جدا، حتى على الشكل التكتيكي، على الشكل الخططي، على ثقة اللاعبين. بكرة إن شاء الله كل ما الوقت بيمر إحنا إن شاء الله نبيد ثقة وإصرار للوصول لكأس العالم. على الجانب الآخر المنتخب السنغالي يزيد توترا لأنه محتاج الأول يحرز هدف علشان يتعادل أو يكون في تعادل. إحنا كل ما الوقت بيمر إن شاء الله بيكون في صالحنا، لكن مش عايز أخد من دوت إن إحنا نروح ندافع من أول دقيقة. أنا في اعتقادي الشخصي إن المفاجأة الكبيرة اللي ممكن يعملها كيروش بكرة هو عملية الضغط من قدام من أول 10 دقايق، تدي يعني بتدي صوت واضح وصريح للمنتخب السنغالي إنك مش خايف منه، وده مهم جدا. وصلنا في وقت من الأوقات في مباراة اللي فاتت حسينا إن المنتخب المصري خايف من منتخب السنغال. كلمة خوف ديت كلمة صعبة جدا للعيب الكورة، بيتوتر بشكل كبير، ما بيكونش عنده تركيز، بيتعامل جوه الملعب بعشوائية. لكن ممكن تحترم الفريق، في فرق إنك تحترم فريق السنغال وفي فرق إنك تخاف من منتخب السنغال. الخوف مش مطلوب بكرة، بالعكس الضغوط الكبيرة هي على منتخب السنغال، بيلعب على أرضه، استاد لسه جديد، جماهير من خلال النهاردة متابعتنا في المحترف هنلاقي في حشد جماهيري كبير جدا، في حشد معنوي كبير جدا، في كمان ضغوط على لاعيبة المنتخب المصري وخاصة محمد صلاح من جانب الجماهير، من جانب الصحافة السنغالية اللي هنتناول مع حضراتكم النهاردة قالت إيه عن مباراة بكرة. لكن المهم بكرة إن شاء الله ورسالة لاعيبة المنتخب، أنت بتلعب باسم بلد كبير جدا، باسم منتخب مصر، وده ليه احترام كبير جدا. المنتخب السنغالي أول تلت ساعة كان متوتر جدا في القاهرة، بيحترم جدا المنتخب المصري، كان لازم في الوقت دوت بعد ما جبنا جون بعد 4 دقايق كنا لازم نتواصل زي ما بدأنا المباراة، ضغط عالي وبيبقى عندك الاستحواذ وعندك القوة والسرعة وتبدأ تهدد، وكان ممكن جدا نحرز الهدف التاني. لكن خلاص مش هنتكلم على المباراة اللي فاتت، المباراة انتهت، لكن كل الأمال على مباراة بكرة إن شاء الله. مباراة بكرة إن شاء الله زي ما بقول لحضراتكم مباراة تاريخية إن شاء الله بإذن الله. التعادل اللي يفيدنا، حتى الخسارة بفرق هدف واحد يعني 2-1 إن شاء الله يأهلنا. أنا متفائل على المستوى الشخصي، متفائل لأن إحنا عندنا قدرات نقدر نحرز هدف، وده مهم جدا في المباريات اللي بتكسب فيها 1-0 على أرضك إنك تحرز هدف. إن شاء الله بإذن الله متوقع إن المنتخب المصري هيحرز هدف بكرة، تصعب الأمور جدا جدا على المنتخب السنغالي. لكن عشان تحرز هدف ليها خطوات وليها يعني عوامل إن شاء الله بإذن الله الجهاز الفني بكرة واللعيبة إن شاء الله تكون على قدر المسؤولية. وزي ما بقول لحضراتكم مهم جدا للعيبة منتخب مصر، ما تخافش، أنت عندك الأولوية، أنت لعيب على مستوى عالي جدا، أنت لعيب بتمثل بلدك في يعني في خطوة مهمة جدا جدا في تاريخ بلدك. جمد قلبك، طلع كل اللي عندك، ما تخافش، حتى لا قدر الله لو جه فيك جول انت كمان عندك فرصه كويسه قوي لاخر دقيقه في المباراه تحرز هدف وتتعادل. لا قدر الله، لا قدر الله، حتى في نتيجه 2-0 انت عندك لاخر دقيقه عندك انك تجيب جون وتتاهل.
فكل دوت يدي طمأنينة شوية لفرقتنا إن شاء الله بكرة ولاعبتنا، ونشوف روح قتالية زي اللي ما شفناها في أمم أفريقيا، زي ما شفناها في آخر ربع ساعة في المباراة اللي فاتت. وصدقوني يعني ساعات الروح القتالية والإصرار والعزيمة وإنك بتلعب تيم وورك واحد بروح الجماعة دي يعني بتعوض شوية النواحي الفنية لو كان الفريق اللي قدامك فنيا أعلى على المستوى الفردي أو على المستوى المهاري. منتخبنا النهاردة يمكن خاض مرانه في السنغال من وقت قليل، وكلنا عارفين ان طبعا كيروش قرر خوض المران الوحيد، هيتمرن النهارده بس وان شاء الله بكره المباراه. وطبعا منتخبنا وصل للسنغال دكار بعد رحله يعني خدت 8 ساعات، رحله طويله طبعا على متن طائره خاصه، وكان في حاله كبيره جدا جدا من التركيز والجديه في معسكرنا، وكان في نوع من الحماسه وده مطلوب، نوع من الحماس الشديد جدا. 90 دقيقة إن شاء الله توصلنا لكأس العالم 2022. في كمان الجزء المهم إن شاء الله بإذن الله تعويض محمد عبد المنعم طبعا اللي أصيب، ومن هنا من طبعا برنامج المحترف بنقول له معلش يا بطل أنت أديت اللي عليك بشكل كبير جدا جدا، ويمكن كان هو عنده إصرار إنه يكمل المباراة، لكن طبعا نتيجة كسر في الأنف يعني خرج من المباراة، وطبعا مش هيشارك بكرة في المباراة مباراة الذهاب. كل طبعا التوفيق والشفاء لنجمنا محمد عبد المنعم، لكن كمان كل الثقة في البديل. احنا بنتكلم دايما كلمة البديل الناس بتقلق منها شوية، ما تقلقوش، انتوا شفتوا البديل اللي نزل ياسر ابراهيم في المباراة اللي فاتت في وقت صعب جدا. انا عارف الوقت دوت وقت صعب جدا، مباراة كبيرة ممكن هو ما يكونش خاصة المدافعين بيوصل له احساس وهو قاعد بره انه صعب جدا يشارك في المباراه، كل التغييرات بتبقى تغييرات على مستوى وسط الملعب على مستوى الهجوم. فوجود ياسر ابراهيم ونزوله وكمان اداؤه الرجولي جدا واللي اهله ان هو يكون في رايي رجل المباراه او نجم المباراه في مباراه مصر والسنغال، ده يديك انطباع ان شاء الله ايا كان نتكلم محمود علاء او علي جبر هيكونوا مكان محمد عبد المنعم بكره عندهم نفس الإحساس، عندهم إصرار. رامي ربيعة موجود هناك، وكمان ممكن أيمن أشرف يشارك كسيرديباك. كل دوت حسابات كروش في الخط الدفاعي، لكن ما عندناش قلق في الجزئية دي. الحماس والتدريب والتركيز أعتقد ماشي بشكل كويس جدا. ده تدريبات منتخبنا طبعا من حوالي ساعتين هناك في دكار، والتركيز زي ما بقول لحضراتكم مهم جدا جدا في مباراة زي دي. عارفين كمان ان بكره مباراه هيديرها تحكيميا واحد من افضل الحكام في القاره الافريقيه، هو الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال. حكم مميز جدا، حكم لا يتاثر بالاجواء الخارجيه، وده مهم جدا في مباراه الفيصليه. في بعض الحكام الافارقه حتى على مستوى الفني يكونوا جيدين جدا، ولكن على مستوى الاتزان ممكن ما يكونش موجود. مصطفى غربال من الحكام المميزين في القاره الافريقيه، عنده ثبات انفعالي بشكل كبير جدا جدا، وإن شاء الله يؤدي مباراة جيدة. على المستوى الإدارة الفنية يعني كروش كمان بيرسل الرسائل باللغة العربية اللي طبعا موجه قبل مواجهة طبعا مصر للسنغال على موقع تويتر، وبيقول ما بين قوسين كده، ودايما عندنا يعني هو متواصل دايما على السوشيال ميديا، بيقول شباب مصر جاهزون للشوط الثاني، نحن نمتلك طاقة أكثر من أي وقت مضى، بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي فلن نكون بمفردنا، لأننا نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر العظيم. كمان أضاف إن احنا كلنا ثقة لأننا نسعى إلى أسمى شيء وقد نراه قريبا، نعلم أننا نمتلك القدرة على فعلها لكوننا على أتم الجاهزية لخوض مباراة عظيمة وتقديم كل مجهوداتنا وتضحياتنا من أجل خدمة الجمهور المصري. لكم التوفيق يا شباب مصر. وطبعا ده كارلوس كيروش. خلينا أخد من التويتة ديت جزئين مهمين جدا جدا. هو بيتكلم على التيم سبيريت، أو يعني بيتكلم على الروح الفريق، وبيتكلم على التيم وورك الأداء الجماعي، أو يعني بنتكلم أو كيروش دايما بيتكلم على الجماعية في الأداء.
ان احنا تيم عندنا اصرار، وفريق مصر عنده لعيبه مميزه جدا على راسهم محمد صلاح، ولكن ياتي الحماس والاصرار من خلال التويتات اللي بينزلها كيروش، بتبعث روح من الثقه كمان للاعبين. خلينا نتكلم بكل امانه، وهو واضح جدا من خلال اداؤه مع منتخب مصر انه بيركز على الاداء الجماعي. كلنا نمتلك ونعرف ان احنا بنمتلك افضل لعيب في العالم محمد صلاح، ولكن زي ما بقول لحضراتكم الكلام ده قلته من فترات طويله جدا، لعيب الكوره ولعيب فرد ضمن مجموعه، ما يقدرش محمد صلاح يعمل كل حاجه، مستحيل، ما فيش حد بيعمل كل حاجه حتى لو كان احسن لعيب في العالم. المجموعه اللي حوالين محمد صلاح كلها مجموعه مميزه، كلها لعيبه على مستوى عالي جدا، فبقول ان هذه المجموعه وضمنها محمد صلاح احسن لعيب في العالم، قادرين ان شاء الله. يعني خلينا نتكلم بكل امانه، كل الناس بتتكلم ان المنتخب السنغالي الافضل فنيا، انا معاكم ان المنتخب السنغالي الافضل فنيا على مستوى الافراد الافضل، على مستوى الانديه اللي بيلعب لها هو الافضل، ولكن مش لازم يكون الافضل فنيا هو يكون هو البطل. في مواقف كتيره جدا مرت على تاريخ الكره المصريه بتقول ان روح المصريين، اصرار المصريين، عزيمتهم بتتغلب في احيان كثيره جدا على منتخبات كبيره. انا عصرت الكلام ده من خلال وجودنا في كاس العالم هولندا 90، وكنا بنلاعب افضل فريق في العالم هولندا الحائز على بطوله كاس الامم الاوروبيه 88، وكل عناصر التوب بلاير في العالم كله كانوا بيلعبوا امام المنتخب الهولندي. قدرنا نعمل مباراه جيده جدا على المستوى الفني وعلى مستوى النتيجه. نتكلم كمان على مباراة كبيرة زي مباراة منتخب مصر أمام المنتخب الجزائري 89. منتخب الجزائر كان من أقوى المنتخبات الأفريقية، لعيبة ونجوم كبار جدا، قدرنا كمان نحقق الفوز على المنتخب الجزائري. فعايز أقول لأولادنا، قلوبنا معاكم ودعواتنا معاكم، لكن أنت كمان لازم تؤمن بنفسك، تؤمن أن أنت إن شاء الله بكرة هتحقق الحلم اللي كلنا بنحلمه. ده مهم جدا انك تامن بده، انك وانت كده قاعد على السرير وبتحلم ان بكره الماتش تشوف الدقيقه 90 واحنا فرحانين بعد الحكم ما يصفر، تشوف الحاجات الايجابيه، تشوف ازاي ان محمد صلاح وكل اللعيبه بتجري عليه بتهنيه بالهدف اللي هجيبه، ونقول ان احنا عشنا الاجواء ديت على مر التاريخ. انا عشت الاجواء دي على مر التاريخ، ان احنا قبل المباريات المهمه ضروري جدا انك تحلم ايجابي. مش مطلوب ان اللعيب يحلم بيخاف ان ربنا يستر اول دقيقه ما يجيبوش فينا جون، ده احنا لو جه فينا جون في الدقيقه الاولى او في الشوط الاولاني لا الدنيا لا 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 لا، التفكير ده مش مطلوب ابدا. العكس هو المطلوب، التفكير العكس المطلوب، انك تفكر لا ان شاء الله ده احنا ان شاء الله بكره هنضغط وهنجيب جون، ان محمد صلاح يجيب جون، ان مرموش يجيب جون، ان تريزيجيه يجيب جون، ان عمرو السوليه من بره يشوط الكوره ويروح داخله في الجون، ان احنا نشوف الصوره بعد 90 دقيقه ومصطفى غربال بيصفر نهايه المباراه، ازاي كلنا بنحضن بعض عشان احنا نكون وصلنا لكاس العالم. هو ده المفروض اللعيبه تفكر فيه دلوقتي، مع طبعا الجاهزيه الفنيه، ما بقولش دوت يكفي، انا بقول دوت مع الجاهزيه الفنيه، انك بتحترم الفريق السنغالي، انك بتلتزم بالتعليمات الفنيه بشكل كبير جدا في خلال ال 90 دقيقه، لكن صدقوني اللي بقول لحضراتكم عليه ده انا عشته واجيال كثيره جدا عاشته، انك في المباريات الفاصله ديت انك تحلم بالبطوله ويكون تفكيرك ايجابي وانت نازل الملعب، وانت بتسخن، وانت نازل الاستاد، هي دي الصوره اللي قدامك. الصوره اللي قدامك ان اللعيبه اللي بره اللي قاعدين على الدكه بيجروا عشان يحضنوك عشان انت اللي جبت الجون، كل لعيب بيفكر ان انا في اخر دقيقه ان انا بجيب جون النصر، ده دي روح المطلوبه. الخط الدفاع يفكر ازاي ان محدش يعدي، ان كل كره طويله او كره عاليه احنا اللي واخدينها، بنشيل من جو من قدام اي حد، بنطلع وبنكلم بعض بشكل كويس. لازم يكون كلام في الملعب، كل اللعيبه كباتن الفرقه بكره، مش محمد صلاح بس، كل لعيبه منتخب مصر هم بكره كباتن الفريق، بداية من الشناوي لغاية صلاح، وكل اللي موجودين بيتكلموا مع بعض ويشدوا من أزر بعض، وخاصة في الأوقات الصعبة. في أوقات صدقوني المباراة 90 دقيقة، ولا منتخب السنغال هيقدر يستحوذ 90 دقيقة ويهاجمك 90 دقيقة، ولا منتخب مصر يقدر يعمل كده. مباراة كرة القدم فيها الكيرف، 10 دقايق ليك، 10 دقايق عليا، ربع ساعة بستحوذ وبجيب فرص، وربع ساعة لا أنا بدافع بشكل كويس. النقطة المهمة في الحالة ديت انك خلال وانت عالي جدا ومستحوذ وعندك قدرة على خلق الفرص انك تجيب جول.
الناحيه الثانيه في الوقت اللي انت فريق السنغال متفوق فيه وبيضغط فيه بكل شراسه ما يجيش فيها جول. هم دول النقطتين اللي ان شاء الله لو بكره اديناهم ان شاء الله نكسب المباراه. في حاله لو انت مستحوذ فريق السنغال بدا يتوتر شويه وحسيت انك راكب الماتش وبتخلق فرص، هات جون في الوقت ده. وفي الناحيه الثانيه لما فريق السنغال وده متوقع هيضغط من اول دقيقه وهيخلق فرص و و و و ما يجيش فينا جول. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا. عندنا كلام كتير جدا عن منتخبنا وعن المباراه بكره، لكن كمان عايزين نشوف الصحف ومواقع السنغال قالت ايه عن موقعة النهائي الافريقي للوصول لكاس العالم بين مصر والسنغال. تعالوا نبدأ في موقع اسمه داكار أكتو. داكار أكتو سلط الضوء على تصريحات أليو سيسي طبعا المدير الفني للمنتخب السنغالي اللي أكد فيها على سعي السنغال للفوز والتأهل للمونديال. الموقع أشار أن سيسي فضل يعني إقامة التدريبات خلف الأبواب المغلقة لإخفاء طريقة اللعب اللي هيصعد بيها على طبعا ضوء الصحيفة اللي هيصعد بيها لكأس العالم. الموقع كمان أشار أن السيسي ركز في تدريباته على الضغط العالي، سرعة استخلاص الكرة، احتمالية كمان الدفع ببامبا ديانج ده طبعا لاعب مارسيليا وراس حربة بشكل كبير جدا، وكمان معاه فامارا لاعب أنطاليا سبورت، ألانيا سبورت آسف التركي، وده طبعا بيديك يعني ممكن يديك بعض المعلومات الخاطئه توصل للجهاز الفني. وارد جدا يلعب براسين حربه، ولكن اعتقادي الشخصي هيستعد بشكل عادي جدا 4-3-3 المعتاده. بالاضافه طبعا هو بيقول بالاضافه الى الاعتماد على الجانبين، طبعا كلنا عارفين انه بيعتمد بشكل كبير جدا على الاطراف، وكمان بيهتم بالتكتل الدفاعي المتوقع للمنتخب المصري. موقع تاني اسمه سيتي نيوز ده وصف تصريحات محمد صلاح الأخيرة بأنه استفزاز جديد للسنغاليين، خاصة أن محمد صلاح أكد في تصريحاته أن التعادل يكفينا للتأهل للمونديال، لكننا أتينا للسنغال لتحقيق الانتصار. أكد كمان محمد صلاح من خلال تصريحاته على قدرة المنتخب المصري في التأهل للمونديال على حساب المنتخب السنغالي. نفس الموقع وصف غياب عبدو ديالو، حضراتكم عارفين عبدو ديالو طبعا لعيب باريس سان جيرمان لاعب المنتخب السنغالي، وغيابه عن مباراة الإياب في التصفيات طبعا الأخيرة دي تعتبر ضربة كبيرة لأليو سيسي المدير الفني للمنتخب السنغالي. الموقع أشار أن المنتخب السنغالي يتعين عليه استقبال محمد صلاح بمهاراته والتعامل معها لكن بدون عبدو ديالو. موقع والز مونديال كتب عن صلاح والمصريين، يعني كتب قال صلاح والمصريين محتجزون في داكار وساديو ماني كان يخدعهم. أشار طبعا الموقع إلى الجماهير السنغالية اللي بتنوي الضغط على المنتخب المصري من أجل التأهل للمونديال، والموقع أشار كمان أن محمد أبو جبل ومحمد صلاح تعرضوا لبعض المضايقات من قبل مشجعي السنغال. زي ما بقول لحضراتكم الضغوط اكيد، وده برضو تاني عشناه ان احنا بنروح هناك، بيبقى هتلاقي ممكن جدا وارد النهارده بالليل تلاقي زفه تحت اوض اللعيبه وطبل وزمر علشان اللعيبه ما تنامش كويس، وارد هتلاقي معامله سيئه في الاوتيل، وارد هتلاقي اكل مش مظبوط، وارد هتلاقي الاتوبيس يتاخر عليك، وارد كل ده وارد وكل ده في اذهان اللعيبه، لكن ان شاء الله كل التركيز كل التوفيق لمنتخبنا للوصول والفوز على السنغال والوصول لكأس العالم 2022 إن شاء الله. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل معانا ضيف مميز جدا عندنا طبعا الناقد الرياضي ومحلل الأداء كريم سعيد، عشان نتكلم في كل حاجة عن منتخبنا وإزاي إن شاء الله بإذن الله بكرة نحقق النتيجة اللي تخلينا موجودين في المونديال. فاصل وبعد الفاصل مع المحترف.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه، برحب بحضراتكم وبرحب بضيف النهارده في المحترف الناقد الرياضي ومحلل الاداء على يعني سواء على الكره العالميه او الكره المحليه، متميز جدا ودايما بيمتعنا بتحليلاته. معانا النهارده مع حضراتكم كريم سعيد. مساء الخير عليك يا كيمو. مساء الخير يا كابتن هاني، ومساء الخير لكل مشاهدي قناه الاهلي، ومبسوط جدا 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 ان انا بطلع في المحترف مره اخرى. لا منورنا طبعا ومفتقدينك، وان شاء الله معانا كده بصفه مستمره بنستمتع بادائك على مستوى التحليل. كريم، قبل ما نبدا على طبعا الحدث الاكبر طبعا مباراه مصر والسنغال، عايز اراجع معاك ومع الساده المشاهدين النتائج. طيب قبل ما نروح للنتائج البطوله الافريقيه او التصفيات النهائيه الافريقيه المؤهله لكاس العالم، النهارده كان عندنا اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي وكان في قرارات مهمه جدا. شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الاهلي اهلا بيك، وهيقول لنا ايه اهم قرارات النادي الاهلي النهارده في مجلسه. مساء الخير يا هاني، تحياتي ليك ولضيفك الكريم الصديق العزيز كريم سعيد ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهوره العظيم في كل مكان. الحقيقة أنه كان في جلسة الحقيقة في غاية الأهمية اليوم، التأمت أو انعقدت بقاعة الكابتن حسن حمدي في مقر النادي الأهلي بمدينة نصر برئاسة الكابتن محمود الخطيب وحضور كامل المجلس والمدير التنفيذي دكتور سعد شلبي، وناقشت العديد من الموضوعات. لكن هذه الجلسة انتهت قبل موعدها، واعتبرت الجلسة مفتوحة وممتدة تستكمل إن شاء الله خلال أيام قليلة بسبب ارتباط المجلس وحرصه على الذهاب بشكل جماعي لتقديم واجب العزاء في القامة الوطنية والمفكر الكبير وعضو النادي الأهلي الأستاذ رجاء عطية نقيب المحامين الذي وافته المنية، وهو فارس في ساحة المحكمة يعني يمثل العدالة الواقفة. رحم الله الأستاذ رجاء عطية بواسع رحمته وألهمه الصبر وألهم ذوي الصبر والسلوان. الحقيقة أن هذا المجلس كابتن هاني، وعشان حتى لا أطيل عليك ونمنح المشاهدين فرصة لمتابعة التحليلات المهمة بشأن مباراتنا غدا إن شاء الله، في بدايته اعتمد توصيات المكتب التنفيذي في جلستيه السابقتين، بالإضافة إلى اعتماد محضر لجنة شؤون العاملين. هذه الجلسة أو هذا المحضر كان مهم جدا لأنه تضمن أو احتوى الهيكلة المتعلقة بفرع التجمع الخامس المزمع افتتاحه إن شاء الله خلال يعني شهور أو أسابيع قليلة بإذن الله، والتصور التنظيمي للعاملين اللي هيبدأوا في هذا الفرع الذي أؤكد ليك ولجمهور النادي الأهلي ولأعضائه أنه سيولد عملاقا في إطار حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية والإنشاءات في المقر الرئيسي وفي كل الفروع. في هذا الإطار أيضا كابتن هاني، الحقيقة مجلس إدارة النادي الأهلي ثمن بعدما استعرض الكابتن محمود الخطيب نتائج زيارته إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اللي كان من ثمرها زيادة إنشاء مسجد في فرع الشيخ زايد وأيضا إدراك حمام سباحة على المخطط العام للفرع اللي بيشهد حركة كبيرة جدا من الإنشاءات والإنجازات تليق بأعضاء النادي الأهلي في كل الفروع، بالإضافة طبعا لمتابعة افتتاح ملاعب البدل اليوم في مدينة نصر. هذه الزيارة وهذا التعاون هو فلسفة النادي الأهلي في التعاطي وتوطيد الحقيقة العلاقة والتناغم مع كل مؤسسات الدولة المصرية، باعتبار النادي الأهلي مؤسسة من مؤسسات هذا الوطن الكبير، وهي حريصة دايما على مد الجسور والتعاون مع الحكومة وكل مؤسسات الدولة في إطار من العلاقات الطيبة والقوانين واللوائح بكل تأكيد. كمان المجلس الحقيقة اتخذ مجموعة من القرارات النهاردة ربما تهم أعضاء النادي الأهلي وليس فقط العاملين، كان من أبرزها هو تعيين العميد أحمد النحاس مديرا لفرع التجمع الخامس اللي زي ما قلت لحضرتك إن شاء الله قريبا يتم افتتاحه. فالعميد أحمد النحاس اللي شغل على مدى السنوات الماضية يعني إدارة فرع مدينة نصر، تم تعيينه في التجمع الخامس والفرع الذي سيخرج للنور قريبا في افتتاح يليق إن شاء الله بأعضاء النادي الأهلي. أيضا تم تعيين مجلس إدارة قرر تعيين العميد محمود حزين مديرا للنادي الأهلي بمدينة نصر،
على أن يكلف قائما بالأعمال أيضا لإدارة الأمن مديرا للأمن لحين تعيين مدير جديد. العميد محمود حزين هو ابن من أبناء النادي وشغل هذا المنصب منذ سنوات طويلة، له خبرة وباع كبير وعلاقاته طيبة الحقيقة بأعضاء النادي في مدينة النصر، فالمجلس ارتأى أن هو يستكمل مسيرة العميد أحمد النحاس اللي انتقل لخدمة النادي الأهلي من مكان آخر، وبالتالي العميد محمود حزين يتولى إدارة فرع مدينة نصر بالإضافة أيضا لقيامه بالأعمال كمديرا للأمن. فكل التوفيق الحقيقة للعميد أحمد النحاس في منصبه الجديد والعميد محمود حزين في مدينة نصر، وده في إطار الحقيقة اهتمام النادي الأهلي بكل الكوادر وتكريم أبنائه المخلصين اللي بيتميزوا بعطاء كبير. تعلم كابتن هاني الإدارة التنفيذية بيكون لها دور كبير جدا، إدارة الفروع في التعاون مع الدكتور سعد شلبي كمدير تنفيذي للعمل على خدمة أعضاء النادي. بيتكلم عن 150 ألف عضو، 150 ألف أسرة، 20 لعبة بتمارس في فروع النادي المختلفة، فمؤسسة ضخمة وتحتاج إلى إدارة حكيمة ورشيدة ومنضبطة أيضا بكوادر مخلصة لهذا الكيان الكبير. المجلس أيضا قرر التجديد لمدير فرع الشيخ زايد اللي هو خالد عبد الرحمن، بالإضافة طبعا لمدير أهلي الجزيرة مدير المقر الأستاذ خالد مرسي، استكمالا لعطائهم خلال الفترة الماضية، فهم مستمرين إن شاء الله في أماكنهم لاستكمال هذه المسيرة في إطار الحقيقة الإدارة التنفيذية اللي بتقود النادي الأهلي خلال هذه السنوات، في إطار أيضا فلسفة مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. كل التوفيق للزملاء بالتوفيق في هذه المهام الملقاة على عاتقهم، وهي الحقيقة زي دايما بنقول لها ثغر من ثغور هذا النادي، وهو تشريف أو تكليف قبل أن يكون تشريف. يعني الحقيقة ده كان أبرز ما لدينا كابتن هاني من قرارات مجلس الإدارة، وزي ما قلت لحضرتك أنه المجلس مستمر في جلسة مفتوحة خلال ساعات يعلن عن موعدها إن شاء الله. شكر جزيل لحضرتك ولجمهور النادي الأهلي، ودام النادي الأهلي في المقدمة، وتحيا مصر دائما وأبدا. يعني تحيا مصر، وتحياتي ليك طبعا الأستاذ شريف فؤاد متحدثنا الرسمي للنادي الأهلي، وكل التوفيق لمجلس إدارتنا اللي هو لا يكل ولا يمل لخدمة الجمعية العمومية وأعضاء النادي الأهلي من خلال التطوير على مستوى المنشآت والخدمات اللي وصلت لأعلى مستوى في كل فروع. كريم، نرجع بقى لطبعا مبارياتنا، مباريات أفريقيا ومباريات الذهاب اللي يمكن المنتخب المصري الوحيد اللي فاز على ارضه. يمكن نراجع انا وانت مع الساده المشاهدين النتائج، نتائج يمكن الجوله الذهاب في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم. الكونغو على ارضه التعادل امام المنتخب المغربي 1-1، مالي بتخسر بنتيجه 1-0 امام المنتخب التونسي، الكاميرون والخساره 1-0 امام المنتخب الجزائري، غانا التعادل السلبي امام منتخب نيجيريا، منتخب مصر والفوز 1-0 على السنغال. النتائج دي تديك اوريدي مؤشرات لمين للحظوظ الكبرى للوصول لكاس العالم، ولا لسه بعض النتائج ممكن تقول انها نتائج خادعه يعني؟ بص كتاني، طبعا ممكن يبقى في افضليه اكيد للمنتخبات اللي حققوا نتائج ايجابيه، اكيد هو بيبقى خطوه اقرب من المنافس بتاعه في مباراه الاياب، ولكن اكيد بدون شك مش نتائج نهائيه او حاسمه او فاصله نقدر نقول نبني عليها ان احنا نقول حتى ان المنتخب ده خلاص ضمن الوصول للمونديال. لان احنا زي ما نبص على النتائج كلها تفضلت وقريتها من شويه، مفيش فجوه، مفيش جاب اتعمل ما بين حتى المنتخب الجزائري والفوز على الكاميرون 1-0، حتى تونس برضه، يعني تونس برضه شفت برضه الهدف يعني الكوميدي جدا اللي احرزه منتخب المالي في مرماه، لكن كل برضه دي مش مؤشرات ليه ان احنا بنتكلم في هدف صحيح في الاخر يعني. المنتخب طبعا نتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخباتنا العربيه في مباريات الاياب، لكن اكيد احنا برضه بنتكلم على فروقات بسيطه، المنتخب الكاميروني او المنتخب المالي في مباراه العوده او مباراه المنتخب كونغو الديمقراطيه في دقيقة في ثانية واحدة يحرز هدف يلخبط الأوراق كلها ويبدأ المنتخبات تحسب حساباتها من أول وجديد. زي حضرتك برضه ما اتفضلت وقلت احنا المنتخب الوحيد اللي قدر يحسم الفوز أو الانتصار على ملعبه، وأنا بشوف ده انتصار مهم جدا جدا جدا، وطبعا اتكلمنا على مباراة الذهاب كتير، لكن لازم الناس تشوف إن احنا بنواجه يعني أقوى منتخب في أفريقيا
هنتكلم معاك يا كريم على كل نقاط القوة في المنتخب السنغالي. كمان هنروح للمباراة الثانية ونشوف إن شاء الله بكرة ممكن كروش يعمل إيه. لكن خلينا نرجع مرة تانية للأستاذ شريف فؤاد متحدثنا الرسمي. اتفضل شريف، عارف إنك عايز فيه إضافة، اتفضل. الصورة معاك. بعتذر لك كابتن هاني وبعتذر للأستاذ كريم. أنا فاتني بس الإعلان كمان عن قرار أخير وسأترك الهواء مباشرة، وهو تكليف الأستاذ عمرو ممدوح قائما بعمل مدير مجمع حمامات السباحة بالنادي الأهلي بمدينة نصر. ده بس القرار الحقيقة اللي فاتني أني أذكره، فأنا بشكرك يعني وبترك لكم المساحة كاملة. البيت بيتك يا أستاذ شريف. شكرا جزيلا. البيت بيتك وكل التوفيق ليك ومجلسنا إن شاء الله. كريم تعال نروح أنا وإنت للمباراة الأولى. المباراة الأولى أنت شفتها إزاي فنيا؟ بعض الناس بتقول إنها نتيجة تقلق، هل أنت شايف أن نتيجة 1-0 تقلق ورؤيتك للمباراة الأولى؟ خلينا كابتن هاني نحط بعض المبادئ اللي نتفق عليها. إن إحنا بنلعب أقوى منتخب في أفريقيا، سواء كان من الناحية التكتيكية أو حتى من ناحية الأفراد. فعلا منتخب صحيح. فيه كم هائل من اللاعبين، كل خط هنلاقي فيه نجم عالمي مش نجم قاري، يعني سواء مندي كوليبالي إسماعيل أسار ساديو ماني. ففعلا كل خط في خطوط منتخب السنغال خط فيه نجم عالمي. وبالتالي احنا لما نيجي نحط حظوظنا او حتى الجهاز الفني، احنا اعتبرنا نفسنا من الجهاز الفني وبنحط النتائج اللي احنا بنامل الوصول ليها، اكيد بدون شك الفوز باي نتيجه في مباراه الذهاب والخروج بكلين شيت والشباك نظيفه ده امل مهم جدا، يعني تارجت كبير قوي 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 للجهاز الفني قبل ما يروح يلعب في دكار. صحيح. انا النهارده بقول للسنغال انا 90 دقيقه على ارضي لم تتمكن من هز الشباك بتاعتي، وبالتالي انا في اي لحظه اقدر احط في مرماك هدف هناك هستغل مبدا القاعده الهدف بهدفين، وما زال مستمر في القاره الافريقيه على خلاف قاره اوروبا. وبالتالي انا بشوف النتيجه احنا وصلنا لها دي ممتازه جدا. في مشاكل بكل تاكيد، بكل مليون تاكيد احنا عندنا مشاكل حصلت وبانت في الشوط الثاني. بعض الهجمات الحمد لله انتهت فعلا بكل امانه بدعاء الوالدين، في هجمات كانت غريبه جدا هي تخلص بالشكل المنتخب السنغالي كانت غريبه، واحنا الهدف بتاعنا طبعا الحمد لله وفينا فيه التوفيق كتير ان الكوره ردت من العارضه وخبطت في المدافع ودخلت المرمى. لكن حضرتك طبعا يا كابتن هاني طبعا يعني ادرى الناس ان في الرياضه بشكل عام كره القدم التوفيق عامل مهم جدا للعيبه طبعا، وكمان الاداء المعنوي ليك انت ما بتحس ان النهارده اليوم ماشي معاك صحيح، بتقدم ما يعني اقصى او اكثر مما انت كنت مخطط ان انت تقدمه. وبالتالي بشوف لا احنا يعني خرجنا المهم بنتيجه مهمه اللي هنبني عليها مباراه الاياب. طبعا ماتش الذهاب زي ما قلت في مشاكل كتيره، نتمنى ان يكون الجهاز الفني وكيروش قعدوا خلال 72 ساعه دول عشان يحلوا المشاكل اللي ظهرت في مباراه. انت شايف ايه المشاكل اللي ظهرت يا كريم؟ يعني برضه هو فريق الاعداد طبعا محضر لنا بعض الارقام وبعض الاحصائيات بالنسبه للمباراه الاولى، لكن عايز اخد رايك ايه المشاكل اللي قابلتنا في مباراه السنغال الاولى؟ بص خلينا نتكلم بصراحه كابتن هاني ونفتح اهم بصراحة. نقطه ونفتح اهم نقطه. انا في وجهه نظري حاسس ان فيها يعني ايه خلط ومغالطه في بعض الكلام اللي بيظهر للساده المشجعين. بمعنى هناك فارق شاسع ما بين مدرب منتخب ومدرب نادي، نبقى واضحين مع بعض. اكيد مدرب النادي اللعيبه تحت ايده يوميا، هو اللي بيحط الخطه الشامله للموسم كله للعيبه دي. صحيح. مدرب المنتخب بيستلم اللعيبه فترات قليله جدا جدا في السنه، يعني بنتكلم من 3 لـ4 مرات في السنه المدير الفني للمنتخب بيقدر يستلم اللعيبه ويقدر يحط التاكتيك اللي هو عايزه للمنافسات الدوليه مش المحليه. وبالتالي المدير الفني للمنتخب احنا بنحاسبه على القرارات وليس على تطوير اللاعبين، يعني بكامل احترامي والله والله لكل الاراء. لا ما صحيح، اصل ما فيش مدرب منتخب بيطور لعيب. مستحيل، ما حدش يقول لي ان في مدير فني منتخب علم لعيب معين خده معاه في الماتش ده ان هو يعمل يعني مثلا هدي مثلا بسيط هو واضح ومباشر. التشيب باس اللي عملها عمرو السوليه لمحمد صلاح هو ليس هدف، يعني المهارة دي لم يعلمها الجهاز الفني المنتخب لعمرو السولية في التمرين، ده مستحيل، ده ما حصلش. احنا بنتكلم على مهارة فردية من لاعب بيعملها بقاله كتير جدا. هنتكلم ايه بقى هنا على التكتيك نفسه اللي مصطفى محمد سرق فيه مدافع عشان يفرغ المساحة لمحمد صلاح انه ينفرد وراه، انا هنا اتفق. انما المهارات بتاعت اللعيبة والاسلوب اللي لعبوا بيه يعني ايه والجزء المعنوي لا، ده افراد لعيبة.
طيب احنا بنحاسب الجهاز الفني المنتخب على ايه؟ على القرارات والاختيارات، لان العين ببساطه المنتخب اغلبيه قراراته عينك، انت اخترت مين. صحيح. انا ربما الحاجه الوحيده اللي بختلف فيها مع كيروش ان اختياراته بالنسبه لي غير منطقيه في حاجات، يعني يقعد فتره طويله معتمد على عمر كمال عبد الواحد وهو فعلا اجاد ووصل معاه لنقطه كويسه جدا جدا، هوب فجاه نفاجئ مثلا بعمر جابر واحس ان هو عمر اتدبس، يعني المباراه الاخيره حسيت ان عمر اتدبس فعلا في المباراه، وبالتالي كان عندنا مشكله كبيره في الجبهه اليمنى للدرجه اللي وصلت نقول رقم عشان يبقى كلامنا موثق بالارقام، ساديو ماني اكتر لاعب عمل مراوغات في المباراه اللي احنا اصلا بنتكلم يا كابتن هاني المعدل الطبيعي في المراوغات في المباراه الواحده 3-4، ساديو ماني عمل 8 مراوغات في المباراه الواحده، ده رقم كبير جدا. طيب ناس ردت عليا واتكلمنا كتير في السوشيال ميديا خلال اليومين اللي فاتوا، يا كريم طب ما احنا برضه بنتكلم عن نجم ليفربول، اوكي احنا منتخب السنغال ده مش اول مره لعبه كابتن هاني، احنا لعبناه في فاينل كاس الامم الافريقيه. امام عاشور اللي لعب في الجبهه اليمنى وهو مركز مش مركزه قدم اداء اكثر من رائع في الحته دي، ولم وساديو ماني لم يراوغ في الجبهه دي بعدد المراوغات شفناها في المباراه دي. انا بس هي دي النقطه اللي اتمنى كيروش خير منها، الاختيارات والقرارات الفنيه اللي بتبقى يعني فجائيه دي اللي ممكن تخلي فيه عدم رضا، هو ده اللي حصل في المباراه الاخيره. الناس بكل امانه زعلانين، بس تاني يا جماعه احنا وصلنا لهدف كويس، ولكن نتمنى ان الجهاز الفني وهو بيختار اللعيبه يبقى باني على الاسلوب ماشي بيه. أنا عندي رقم 1 2 3 4، أوكي ماشيين بالأسلوب ده. واحد مثلا بنقول رقم واحد في المركز الأيمن في منتخب مصر أغلب فيه لا قدر الله اتصاب وندعو له بالشفاء خلاص خرج، يبقى طبيعي أي حد هينتظر رقم 2 بتعتمد عليه. مش هينفع أنت تجيب حد من بره، بس حد برضه مثلا بسيط برضه عشان أنهي الحتة دي. المنتخب المصري المساكين فيه اللي اعتمد عليهم كيروش على دكة البدلاء، محمود علاء هو واحد من المساكين اللي هو اعتمد عليه وبيختاره دايما، وحتى بنتكلم على القايمة. كل يعني الكلام والتسريبات القادمه ان بكره ان شاء الله هنشوف علي جبر وياسر ابراهيم، فهنا في سؤال هيتسال، طب محمود علاء بقى له فتره بيتم ضمه للمنتخب ليه؟ طب ما تقدرش تعتمد عليه، انت جبت واحد من بره مثلا علي جبر جه لسبب فجائي تماما وهو اصابه محمد عبد المنعم في المباراه الاخيره، وهتدخله من البيت يلعب اساسي بالظبط زي ما عملت عمر جابر. في وجهه نظري هي دي النقطه، يعني بص انا عايز اناقشك يا كريم. نعم. في النقطه ديت، لكن خليني اطلع فاصل سريع وارجع اناقش بقى كريم في هل افضل محمود علاء علي جبر، وكمان هكلمه او هناقش كمان كريم في عمليه هل من الافضل احنا نفاجئ المنتخب السنغالي ونلعب اول 10 دقائق باسلوب ضاغط من الامام، هل من الضروري وجود زيزو في مباراه بكره، لان زيزو برضو كان عليه علامات استفهام كبيره جدا لعدم اشتراكه في المباراه الاولى. خليكم معانا بعد الفاصل مع الناقد الكبير كريم سعيد. ان شاء الله هنكسب، ولو في امل ان احنا نجيب جون هناك او اتنين ان شاء الله هنعمل ماتش حلو هناك وهنكسب. بص هو اول ماتش توقعت ان هو يكسب 3-1 تمام، بس احنا ما كسبناش 3-1 الحمد لله، 1-0 بطلوع له الروح يعني، بس على ارضهم هنقدم اداء احسن باذن الله. ان شاء الله هنكسب 1-0، وبقول للعيبه خليكم رجاله زي ما انتم، واتبسطت شويه من الماتش اللي فات، بس نفسي كارلوس كروش يدي فرصه للعيب زي مجدي قفشه، يدي فرصه نلعب بخطه هجوميه شويه. انا اقول ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله، واحنا بنطمع وعندنا امل كبير ان شاء الله، وان احنا نعمل حاجه كويسه، لان ما كانش في نظام المره اللي فاتت، والتوفيق من ربنا المره اللي فاتت، ومن حب الناس ومن دعوات الناس وكده، فان شاء الله ان شاء الله، بس نمسك نفسنا عشان الماتش مهم جدا، وحاجه بسيطه يعني لو باي ابسط نتيجه ان شاء الله نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله احنا بكره ان شاء الله نتعادل يعني 0-0 ونصعد كاس عالم. بقول لعيبه يعني زي ما انتوا رجاله خليكم على وضعكم، ان شاء الله باذن الله دفع كويس، كروش بس يهتم بالحته الهجوميه سنه صغيره الهجمه المرتده، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله يخلص ماتش تعادل ونصعد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله 0-0 عشان نامن بقى بر الامان، وان شاء الله يكونوا قد المسؤوليه يكونوا رجاله ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمنا ونتعادل. هم هناك في السنغال هيبقوا متنرفزين ومتضايقين وعايزين يعوضوا،
فاحنا لازم نكون احنا اهدى منهم بكتير. لا ان شاء الله ربنا هيوفقهم باذن الله، وان شاء الله المباراه هتبقى 1-0 زي ما كانت هنا، ولا هجيب جون برده صراحه باذن الله. ان شاء الله ربنا يوفقهم وينصرهم ان شاء الله، مصرهم بالدنيا، وان شاء الله يكسبوا 1-0. الحمد لله على مستوى الجماهير كمان في تفاؤل يا كريم، يعني الناس متفائله، وفي بعض يعني بعض الناس قالت جزئيات بيتكلموا فيها المحللين، بيتكلموا على الهجمه المرتده مثلا. احنا ممكن نقفل وبعدين نجيب جون من هجمه مرتده. شايف ايه السيناريو الافضل على المستوى التكتيكي لبدايه لمباراه السنغال القادمه؟ والله بس كابتن هاني، انا يعني انا عملت مقارنه ما بين ماتش القاهره وماتش الفاينل بتاع الكان. في وجهة نظر شخصية، اللعيبة مع بعض ما بيلعبوا مباريات كتيرة، يعني الفرقتين اللي لعبوا مع بعض مباريات كتيرة، خلاص ما بقاش في حاجة اسمها جس نبض، خلصنا. احنا لعبنا مع بعض مرتين في أقل من 3 شهور أو شهرين، فخلاص أنا مش محتاج أعمل معاك جس النبض. أنا في وجهة نظري، في احنا لعبنا معاهم 120 دقيقة في نهائي أفريقيا، ولعبنا 90 دقيقة في القاهرة. في وجهة نظري أحلى 20 دقيقة عملناها قدام السنغال هي أول 20 دقيقة في استاد القاهرة، خصوصا في الشق الدفاعي لما احنا ضغطناهم بطول الملعب وخنقنا منتخب السنغال لمدة 20 دقيقة أو 25 دقيقة، اللي خلت في وجهة نظري يعني الكابتن مدحت شلبي يروح قال يعني اندفع كده في مشاعره وراح قال يا جماعة ساديو ماني ما جاش النهاردة. ولما ساديو ماني جه في الشوط الثاني يعني فرد بقى نفسه، قال لك مش عايزين نقلل منه. فاللي عايز أقول إيه، النهاردة الكابتن مدحت شلبي في تعليقه قال كده، قال كده لأن المنتخب المصري في ضغطه في الشوط الأول منع أهم سلاح عند المنتخب السنغالي وهو التمرير على الأرض، أجبرناهم يلعبوا الكرات الطولية بسبب الضغط اللي احنا عملناه. هنا بقى في سؤال مهم، قدراتنا البدنية تسمح لنا نعمل ده قد ايه؟ أنا ما أعرفش، الجهاز الفني هو اللي يعرف، لأن النقطة دي يا كابتن هاني ليها شقين، شق بدني وشق جراءة. أنا عندي الجراءة قد ايه أعمل كده؟ يعني ممكن اللعيبة نفسها طبعا عارف يكون الجهاز بيقول اضغط، هو مش عايز. يعني انا حسيت يعني في لحظات من المباريات ان احنا خايفين، عايزين خلاص 1-0، جبنا 1-0 فخلاص كويس قوي على كده. ده على فكره بيكون احساس لعيبه، ساعات بيبقى احساس لعيبه مش اداره فنيه. ممكن نبدل الادوار دلوقتي في حاجه؟ يلا بينا. انا هبقى المذيع وحضرتك الضيف. فاكر حضرتك ماتش بوركينا فاسو في كان سنه 2000 لما جبت الهدف بالدبل كيك؟ أيه. الماتش ده احنا اتاخرنا في اول 10 دقائق 2-0، 2-0، وكان جيرال جيلي هو المدير الفني، وانا اعتقد يعني ما كانش راجل بالسوق، يعني هو كان يعني عمل لنا شويه مباريات كويسه. ماتش زي ده يا كابتن هاني كنا احنا مغلوبين 2-0، اللعيبه طبعا بعد ال 2-0 حضرتك بيبقى عندكم الاحساس ان انت عايز تهاجم. الكوره حضرتك طلعت، يعني حضرتك كنت دايما متقدم في الهجوم، ده كان قرار منك انت ولا قرار من الجهاز الفني؟ قرار مني، هو كان قرار مني، لان الطبيعي ان انا ببقى مستني شويه على ال 18، يعني نعم. يعني خليك هاني بره ال 18 شويه. أيوة. للهجمه يعني للمرتده. نعم. عايز اخد من كلامك ان في قرارات داخل الملعب هي قرارات لعيبه بالظبط، مش قرارات مدير فني. بالزبط. انا معاك، حتى على المستوى الدفاع، على مستوى التغطيه، على مستوى الهجوم، مستوى التحركات بيكون قرارات. نعم. لعيبه يعني. نعم. انا اتفق معاك في ده تماما. يعني هو ده اللي انا عايز اوصله. احنا في الشوط الاول عملنا اعتقد 22 دقيقه بالظبط قدام منتخب السنغالي خنقناهم تماما ومنعناهم ان هم يوصلوا محمد الشناوي للدرجه، حتى واحنا بنعمل بيلدنج اب بنرجع لمحمد محمد مرتاح جدا وبيمرر الكوره وبنسحبهم، بنعمل نفس التكتيك اللي بيعمله بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي في الدوري او حتى في دوري افريقيا. لكن الشوط الثاني وجدنا فريق مختلف على المستويين. السنغال بصراحه السيسي ما بين الشوطين نزل لنا 11 لعيب مختلفين. صحيح. كل امانه الشوط الثاني احنا برضو نزلنا مختلفين تماما، وهو ده النقط اللي زعلت الناس بقى، ان انت النهارده الشوط الاول الناس قلقت شويه. طبعا انت الشوط الاول متقدم، كان في مساحه عندنا احنا يعني نضاعف النتيجه، وخصوصا كمان المنتخب السنغالي بيندفع، وشفنا كمان ان كوليبالي فعلا عامل السن مأثر عليه. طبعا اللي متابع كوليبالي بقاله فتره مع نابولي هيبدا يحس ان فعلا كوليبالي بعد دقيقه 65 بدا اداؤه يهدى، بدا يبقى تعبان. طبعا فبالتالي كنت اظن نزول زيزو على وجه التحديد، خصوصا ان زيزو عنده شق هجومي رائع وعنده شق دفاعي ممتاز جدا، كان ممكن يساعدك في الحته دي، بس انا ما حسيتش ان احنا عندنا الجرأه ان نعمل الكلام ده. طب الماتش خلص وقفلنا كل حاجه، السؤال هنا بقى لحضرتك، ارجع للسؤال حضرتك سالته لي، ايه الافضل لينا بكره؟ هتسالني انا؟ هقول لك لا، نضغط زي ما عملنا. ليه؟
نبعد عن موضوع طبعا الجماهير والاستقبال اللي تم استقبالنا النهارده بطريقه مش ولا بد يعني، ويبقى لعبتنا في افضل خبراتهم بكره. انا وجهه نظري الصح ان احنا نضغط عليهم زي ما بدانا ماتش القاهره. لو سيبنا لهم نص ملعب في الضغط بس كمان خلي بالك الضغط بشروط، لان انت لما بتضغط ضغط عالي بيبقى مهم جدا يا كريم ان هو ما عندوش حلول غير الكره الطويله. طبعا تمام طبعا. فانت عندك في الجزئيه دي شقين. نعم. لو ضغطت عالي هيلعب كره طويله. طب الكره الطويله ديت نمره واحد لازم يكون السيرد باكات ولاعيبه خط النص عندهم القدره على استقبال هذه الكره، دي نمره واحد. نمره اتنين ان الكره الثانيه المرتده ما تجيش لعبه بتاعتنا، يعني بتبقى بتاعتنا، وبالتالي انت بتكسر حاجز البيلدنج اب والاستحواذ. لكن اللي شفته برضو في المباراه الاولى ان حتى الكرات الطويله الكره الثانيه بتاعتهم وبالنسبه لهم ده يعني خير وبركه، ان وفرت عليا مجهود. يعني اللي حضرتك قلته ده بالظبط ببساطه هو في وجهه نظري احنا نقدر نعمله بكره، ولكن باستثناء بس نقطه وحيده احنا محتاجين نتفق عليها، ان احنا طبعا هنغير الاسمين اللي في مركزين المساكين، الاثنين بتوعنا متغيرين. كل زي ما حضرتك كل الاقاويل بتقول ان علي جبر وياسر ابراهيم هيلعبوا، ياسر اسرع وعلي ابطا بس اقوى بدنيا، فربما يكون علي يساعد في مساله الكرات العاليه. دايما علي هو اطول وهو بيعمل الجامب، وطبعا ياسر بيعمل شوط كويس، لكن ياسر يلم الكره الثانيه، وضعا في الاعتبار ان كيروش معتمد على ثلاثه في خط الوسط، وبالتالي اعتقد قراره بالاعتماد على ثلاثه خط في خط الوسط وتجاهله لمركز البلاي ميكر يخلينا بقى نقول لما يبقى فيه لعب على الكره الثانيه يبقى احنا المفروض احنا اللي ناخدها. طيب خلينا نتكلم الاول على فاصل، لان عندنا كلام كتير واسئله كمان لسه لكريم. نعم. من وجهه نظره الثلاثي خط الوسط هل يتم ادعاء يعني بدايه المباراه بنفس العناصر، ولا يكون في عنصر مفاجاه زي زيزو على سبيل المثال؟ طيب علي جبر لو لعب يلعب ناحيه اليمين ناحيه ساديو ماني، ولا ياسر ابراهيم هو اللي يلعب ناحيه اليمين لتعويض شويه فارق السرعات اللي ممكن تكون، خاصه الجانب الايسر او الجانب اليمين بتاع منتخب مصر هو الجانب اللي المنتخب السنغالي عنده سرعات كبيره جدا. بنتكلم على سيس ونتكلم على كمان ساديو ماني. اسئله كثيره حول التكتيك وحول الافراد والتشكيل لمنتخبنا، التشكيل الامثل من وجهه نظر كريم بعد الفصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. كريم قبل الفاصل كنت في سؤالين بالنسبه لي. السؤال الاولاني هل كروش ممكن يعمل مفاجاه او تغيير مفاجئ في تشكيل وسط الملعب بخروج يعني واحد من الثلاثه واضافه زيزو؟ ده نمره واحد. نمره اتنين انت بتتكلم على سرعات وبتتكلم على ساديو ماني على سيس، بتتكلم على سرعات. هل من الافضل ان ياسر ابراهيم يلعب ناحيه اليمين وعلي جبر ناحيه الشمال او العكس؟ ده خلي بالك ده مهم جدا في التكتيك. يعني بعض الناس تقول لك يا عم يلعب يمين شمال مش مشكله، لكن ده بيبقى على مستوى التكتيك مهم جدا، السرد باكين على مستوى على مستوى عدله اللاعب اريحيه. طب بالنسبه له انت شايف ايه في السؤالين دول؟ بالنسبه لسؤال حضرتك الاول، اشك تماما ان كيروش يغير اي شيء في مباراه بكره او التشكيل بتاع بكره. اعتقد ان هو هي في كل الخطوط. كل حاجه كل حاجه سواء كتاكتيك او فورميشن او حتى كاسماء اسماء لعيبه، هو اعتقد هيستمر بنفس الاسلوب اللي لعب بيه مباراه يوم الجمعه، وبالتالي اشوف ان التكتيك نفسه هيتماشى مع نفس التشكيله اللي لعب بيها، وهنلعب بثلاثه فلات في نص الملعب، عمرو السوليه وحمدي فتحي والنني، مع تبادل طبعا ما بين النني وحمدي فتحي في مين يلعب مركز سته، شفناها يعني بتحصل. حمدي فتحي هو اللي ساعات بيرجع لما يضغط النني يرجع يغطي وراه، وعمرو السوليه طبعا بيستمر في مركز الثمانيه اللي برضه جزء من لعبه بلاي ميكر ومركز رقم 10. بالنسبه لسؤال حضرتك التاني هو السؤال مهم جدا جدا جدا، واتفق جدا مع حضرتك ان معظم الناس بتاخد موضوع الاثنين مساكين دول حط الاثنين في اي مكان مش تفرق. لا يا جماعه، الاثنين مساكين بالظبط عاملهم زي الباك اليمين وباك الشمال. صحيح. هي عادله، في واحد بيبقى دايما عدلته انه يلعب على اليمين، في واحد عدلته انه يلعب على الشمال، فبالتالي طبعا كان افضل واحد يلعب على الشمال هو ايمن اشرف بحكم ان هو لعيب يعني ايسر، ولكن طبعا كيروش كان له تصريح مهم قال انا مش هعتمد على ايمن اشرف كمساك لان هو مش لعيب طويل القامه، وبالتالي انا ما عنديش حاجه ان انا اعمل ده، هلعب بايمن اشرف سواء في خط الوسط او حتى كظهير ايسر. وبالتالي بشوف ان الافضل ان ياسر ابراهيم هو اللي يلعب على اليمين، لان انا في وجهه نظري ان يعني منتخب السنغالي هيستمر في الضغط على الجبهه دي، لان الجبهه دي هي فعلا اللي ضغط عليها في فاينل الكان، وجابوا منها البنالتي وعملوا منها كم هجمات كتيره، وكمان استمروا عليها في مباراه القاهره. فاعتقد
ان اليو سيسي هيكمل برضه في تركيزه على الجبهه اليوم بتاعتنا، وبالتالي فعلا زي ما حضرتك فضلت وقلت محتاجه السرعه. ياسر ابراهيم مليون في الميه اسرع من علي جبر، الاثنين اكيد هيبقوا متساويين او متشابهين في الكرات العاليه والقوه البدنيه، ولكن ياسر هيتفوق في مساله السرعه. فانت عايز ترمي ياسر على عمر جابر اللي اعتقد برضه هيستمر في مركز الباك اليمين، عشان تقدر على قد ما تقدر تحد من الشكل اللي مش كويس اللي احنا شفناه في ال 45 دقيقه الثانيه. طيب سؤال تاني ليك يا كريم ونتناقش فيه على مستوى برضه التكتيك. كلنا شفنا ادوار دفاعيه كبيرة جدا وكتيرة جدا لمحمد صلاح في المباراة الأولى، شفنا محمد صلاح تقريبا على منطقة ال 18 بتاعتنا بشكل كبير. نعم. على الجانب الآخر إن التكتيك بتاع سيسيل بيقول إن ماني ما عندوش أدوار دفاعية بشكل أكبر وبالتالي بيشكل خطورة، إزاي نستفيد بصلاح في المباراة اللي جاية أكثر استفادة على الجانب الهجومي وبأنهي تكتيك؟ يعني إزاي نوفر صلاح في الجانب اللي ممكن نطلع عليه كاونتر أتاك؟ هو دايما محمد صلاح ميزته ان بنشوفها دايما مع ليفربول ان يورجن كلوب بيطلب منه انه يرجع للدفاع ولكن لغايه خط نص الملعب فقط. برافو عليك. ما يقعدش لغايه خط 18، ليه؟ ان هو بيحط تحسبا انا قدرت اقطع الكوره بثلاثي خط الوسط بتاعي، هوب ارمي الكوره لصلاح اكيد هيروح. دي بقى المشكله اللي عندنا واحد على واحد لما بنقطع الكوره بنروح بيها فين؟ ما احنا المشكله عندنا كابتن هاني بصراحه ان احنا برضو ثلاثي خط الوسط في المباراه الاخيره في بعض الاحيان كان في توهان شفناه حصل كتير للدرجه اللي وصلت المنتخب السنغالي بجانب الهجوم الشرس اللي حصل من الجبهه اليمنى كان في ضرب للخطوط بتمريره واحده في كذا كوره. شفنا الهجمه بتاعت ساديو ماني لما رقص محمد منعم، لما محمد منعم بصراحه كان دايخ، كان واضح جدا ان هو متاثر بالاصابه. الهجمه دي كان ساديو ماني خد الكوره اهلا بحضراتكم في اخر فقراتنا النهارده في المحترف، وطبعا منورنا كريم، وكريم عنده كمان حاجات على مستوى الايجابيات والسلبيات اللي حصلت في المباراه الاولى وازاي ان شاء الله يعني تكون يعني درس لمباراه بكره والفوز باذن الله. كريم كلمتني على ثلاث نقط. نعم. كانت النقطه الاولى ونحن اتكلمنا معاك فيها الافضل للمنتخب المصري بدايه المباراه بالزبط. هل الضغط من امام او التراجع في وسط الملعب؟ بالظبط يا كابتن هاني، احنا فعلا محتاجين يعني عقليا ان احنا نخرج من مساله ان احنا بنلعب مباراه خارج ارضنا والجمهور والضغط، لا احنا فعلا محتاجين نبص للملعب فقط. انا في وجهه نظري الشكل اللي احنا بدانا بيه مباراه القاهره بالصوره اللي معانا على السكرين دلوقتي واحنا بنضغط المنتخب السنغالي وعاملين له الستاره بقى مش نص ملعبنا، الستاره من قدام نص ملعبه، هو اجبرناهم ان هم يعني يتجهوا للكرات الطوليه ونمنحهم تماما في فكره التمرير البين. نشوف محمد النني ازاي عامل محلق من بعيد ومامن الضغط اللعيبه كلها. بص يا كابتن كله باصص لعيبه اللي حامل الكوره وبيضغط عليه، وبالتالي لعيبه خط الوسط في منتخب السنغال مفيش حد عنده الجرأه انه يستلم، لانه لو استلم الكوره في المنطقه دي المسافات قريبه جدا، يعني حتى لو اتلعبت الكوره يبقى المسافه قريبه جدا اضغط عليه بشكل جيد. بالظبط. وطبعا لازم نقول ان الصور دي كانت قبل الهدف، يعني احنا بادئين المباراه بالشكل ده. صحيح. وعندنا الشجاعه والقدره والجراءه ان احنا نهجم عليهم ونضغطهم، طبعا اكيد بدايه المباراه والحماس الجماهيري. فانا شايف الاسلوب ده هو افضل اسلوب لينا، وحتى جبنا الصوره اللي بعديها هنلاقي ان المنتخب السنغالي اجبر على الكرات الطوليه واللي راحت خارج الملعب، وبرده زي ما حضرتك تفضلت وقلت ايفي لو اتلعبت في نص ملعبنا ووقعت الكره الثانيه احنا عندنا مساحه، عندنا مساحه ان احنا نقدر نستحوذ ناخدها وناخد. بالظبط. دي الصوره الاخيره بنشوف خلاص المنتخب المصري فعلا نجح تماما في انه يجبر المنتخب السنغالي على لعب الكرات الطوليه، ما يلعبش خالص على الارض. طيب دي نقطه مهمه جدا. نعم. من وجهه نظرك ان الضغط يمكن اول 10 دقائق الضغط العالي للمنتخب. نعم. المصري هيكسر حده بدايه المباراه وناخد ثقه. النقطه الثانيه كنت بتكلمني على ناحيه اليمين. نعم. وادوار عمر جابر في المباراه اللي فاتت وازاي نطورها المباراه اللي جايه. بالظبط. اللعبه دي واحده من اعتقد اكتر لعبه شفناها في الشوط الاول محمد صلاح، ان هو كان بياخد معاه الفول باك سيس في الشوط الاول وشفناه بيشاور لعمر جابر عشان يفضيه مساحه، وفعلا المساحه اتفضت لعمر جابر. كلنا عارفين والتكتيك اللعب في الكوره دي يا كابتن هاني ان المفروض الفول باك اول ما يطير لازم يبص على اللعيبه اللي واقفه على مشارف حدود منطقه الجزاء. بالزبط. مش اللي جوه، لان طبيعي ان المساكين هيروحوا على القريبه. طبيعي طبيعي انت بتجري، ودلوقتي خلاص بقينا نشوف اللي بيوصل للخط لازم يلعب الكره على حدود ال 18 او نقطه ضربه الجزاء. بالظبط. دي الكره اللي جت لعمر، الكره دي اتلعبت
لعمرو السوليه جون صحيح. مستحيل حتى مندي، لان طبيعي عمرو السوليه هيشوط على طول. بص حضرتك مندي واقف فين، مندي واقف قريبه صحيح، فسايب مساحه كبيره جدا من المرمى. عمرو السوليه هتجيله كره بالظبط كده، هتجيله كره ان هو هيشوط في الحته الفاضيه، الكره بقت هدف. بس هي في الاخر موضوع قرار من عنده، هو قرار ده اللي انت قلت عليه يا كريم، انه ان شاء الله مباراه بكره كمان باذن الله مش على الشكل التكتيكي والفني، على قرارات اللعيبه بالظبط. وجزء زي دوت ده قرار لعيب، وجزء بالزبط. اخر قرار لعيب بالنسبه حتى تحرك محمد صلاح في الهدف ده قرار لعيب. نعم. انه بيقطع جوه ما بين السردباكين وبيحرز كره او بيخبطها وترجع لهدف. اخر جمله تقولها لمنتخبنا بكره قبل ما نخلص، يا رب ان شاء الله باذن الله يبقى التوفيق معانا، وباذن الله باذن الله كابتن هاني هو بالظبط اعتقد اقل من يعني 24 ساعه، وباذن الله باذن الله مصر كلها ان شاء الله بكره نحتفل بصعود منتخبنا للمونديال. يا رب يا رب ان شاء الله. يعني نشكرك شكرا جزيلا كريم، نورتنا وشرفتنا. كنت سعيد جدا جدا بتواجد حضرتك، دايما بتنورنا وبتشرفنا كريم. ان شاء الله بكره يا رب ان شاء الله الساعه 9 بالليل مصر كلها ان شاء الله تكون في الشوارع بتحتفل بصعود للمره الثانيه على التوالي لكاس العالم. دعواتنا وقلوبنا مع اولادنا في دكار ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله. لقائي مع حضراتكم يوم الخميس، نكون ونفرح مع منتخبنا ان شاء الله بالوصول لكاس العالم. شكرا جزيلا لحضراتكم، وان شاء الله الخميس حلقه جديده ويوم جديد من المحترف. وخلاص فاضي السكه على اخر السكه، لسه تكه كان ناس كتير شكه وشوفوا رحنا لفين. وخلاص فاضي السكه على اخر السكه، لسه تكه كان ناس كتير شكه وشوفوا رحنا لفين.